السيد الرئيس، يسرني في البداية أن أتقدم إليكم ولبلدكم الشقيق بالتهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة لهذه الدورة، معربا عن ثقتنا في قيادتكم الحكيمة لأعمالها ومساندتنا لكم في أداء مهامكم. وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه التحية لسلفكم لجهده المتميزة كرئيس للدورة السابقة، كما أجدد دعمنا الكامل للسكرتير العام في مساعيه لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، أقف أمامكم اليوم كواحد من أبناء مصر، مهد الحضارة الإنسانية، ومن هذا المنبر أستهل حديثي بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم. اسمحوا لي أننا أوجه التحية كمان لآلاف من المصريين جم من مصر وجم من كل الولايات المتحدة الأمريكية، موجودين دلوقتي عشان يقولوا مصر الجديدة قادمة. بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم الذي صنع التاريخ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية، تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته فثار ضد الإقصاء رافضا الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب. تلك بإيجاز شديد معالم لحظات فارقة عاشتها مصر في الفترة الماضية، لكنها ليست إلا مرحلة من مسيرة ممتدة بطول وباتساع آمال تطلعات المصريين ليوم أفضل وغد أكثر ازدهارا. لقد بدأ العالم في إدراك حقيقة ما جرى في مصر وطبيعة الأوضاع التي دعت الشعب المصري بوعيه وحضارته إلى الخروج منتفضا ضد قوى التطرف والظلام التي ما لبست أن وصلت إلى الحكم حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه. ولعل ما تشهده المنطقة حاليا من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين يمثل دليلا على الأهداف الحقيقية لهذا التيار، والذي سبق لنا أن حذرنا منه كثيرا. إن قيم العدالة والمحبة والرحمة التي جاءت في اليهودية والمسيحية والإسلام قد تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يدرك الشعب المصري وأدرك من واقع المسؤولية التي أتحملها من انتخاب رئيسا أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية في ظل المبادئ التي سعينا إليها من خلال الالتزام بخريطة المستقبل والتي توافقت عليها القوى الوطنية والتي تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أن قال الشعب المصري كلمته وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور لنبني مصر الجديدة. دولة تحترم الحقوق والحريات وتؤدي الواجبات، تضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز. دولة تحترم وتفرض سلطة القانون الذي يساوي أمامه الكافة، وتضمن حرية الرأي للجميع وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبنائها. دولة تسعى بإصرار لتحقيق النمو والازدهار والانطلاق نحو مستقبل واعد يلبي طموحات شعبها. وفي إطار العمل على تنفيذ ذلك بدأت مصر في تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030، يستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر قادر على جذب الاستثمارات في بيئة أمنية مستقرة. ولعل في مشروع قناة السويس جديدة هدية الشعب المصري إلى العالم ما يؤكد على جدية هذا التوجه على حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا. ولذا أدعوكم
للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر خلال شهر فبراير القادم من أجل تحقيق التنمية وبناء المستقبل، ليس لمصر فحسب وإنما للمنطقة بأكملها. إن هذه الخطوات تعبر باختصار عن مضمون عقد الاجتماعي الذي توافق عليه المصريون في دستورهم الجديد، بناء حاضر ومستقبل مشرق لشبابنا ولتأسيس دولة المؤسسات وسيادة القانون. دولة تحترم القضاء وتضمن استقلاله وتفعل مبدأ الفصل بين السلطات دون تراجع أمام إرهاب يظن أن بمقدره اختطاف الوطن وإخضاعه. ذلك الإرهاب الذي عانت مصر من ويلاته منذ عشرينيات القرن الماضي، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر الغيض تبث سمومها مستتة برداء الدين للوصول إلى الحكم وتأسيس دولة الخلافة اعتمادا على عنف المسلح والإرهاب كسبيل لتحقيق أغراضها. وهنا أريد أن أؤكد أنه لا ينبغي السماح لهؤلاء بالإساءة للدين الإسلامي الحنيف ولمليار ونصف المليار مسلم الذين يتمسكون بقيمه السامية. فالدين أسمى وأقدس من أن يوضع موضع الاختبار في أي تجارب إنسانية ليتم الحكم عليه بالنجاح أو الفشل. الإرهاب وباء لا يفرق في تفشي بين مجتمع نام وآخر متقدم، فإرهابيون ينتمون إلى مجتمعات متباينة لا تربطهم أي عقيدة دينية حقيقية، مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون والتنسيق لتكثيف منابع الدعم الذي يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها أعمالا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيقا لأهدافها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إنما تعانيه منطقتنا من مشكلات ناجمة عن إفساح المجال لقوى التطرف المحلية والإقليمية وحالة الاستقطاب التي وصلت إلى حد الانقسام والاقتتال، أضحى خطرا جسيما يهدد بقاء الدول ويبدد هويتها، مما خلق للإرهاب وتنظيماته بيئة خصبة للتمدد وبسط النفوذ. ومن هذا المنطلق فإن الأزمات التي تواجه هذه بعض دول المنطقة يمكن أن تجد سبيلا للحل يستند على محورين رئيسيين لدعم بناء الدولة القومية، يشمل الأول تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناء على عقد اجتماعي وتوافق وطني مع توفير كافة الحقوق لا سيما الحق في التنمية الشاملة، بما يحصن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف. أما المحور الثاني فهو المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير. وقد طرحت مصر بالفعل وبتوافق مع دول جوار ليبيا مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقا واضحا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسي يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة ويسمح بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضي الليبية. وحتى يمكن تنفيذ ذلك ينبغي وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعال وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التي ترفع السلاح وتلجأ للعنف ولا تعترف بالعملية الديمقراطية. وفي سوريا الشقيقة، وعلى الرغم من متابعتنا للوضع الإنساني المحزن وما خلفته الأزمة السورية من دمار وضحايا أبرياء، فإنني أثق في إمكانية وضع إطار سياسي يكفل تحقيق تطلعات شعبها وبلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمرد السوريون عليها. وهنا أود أن أؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوري في حياة آمنة تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية ووحدة شعبها وأراضيها. كما يمثل تشكيل حكومة جديدة في دولة العراق الشقيقة وحصولها على ثقة البرلمان تطورا هاما يعيد الأمل في الانطلاق نحو تحسين الأوضاع في العراق ونجاح المساعي الداخلية والخارجية الرامية إلى تحقيق الاستقرار واستعادة المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي،
بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ووقف نزيف الدماء. وعلى الرغم من تعدد الأزمات التي تهدد منطقتنا والتي تحدثت عن بعضها، تبقى القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة المصرية، فما زال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تجسيدا لذات المبادئ التي بنيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي مبادئ لا تخضع للمساومة، وإلا تآكلت أسس السلام الشامل في المنطقة وضاعت قيم العدالة والإنسانية. ويقينا فإن استمرار حرمان شعب فلسطين من حقوقه يوفر مدخلا لاستغلال قضيته لتأجيج أزمات أخرى ولتحقيق بعض الأغراض خفية واختلاق المحاور التي تفتت النسيج العربي وفرض الوصاية على الفلسطينيين بزعم تحقيق تطلعاتهم. ولا يمكن أن أغفل الإشارة إلى الاهتمام الذي تليه مصر لقضايا قارتها الإفريقية. إن التضامن والإخاء الذي يجمع بين شعوبها، وأيضا التحديات المشتركة التي تواجهه، تفرض علينا جميعا العمل بمزيد من الجد ووضوح الرؤية لتحقيق طموحات شعوبنا في الديمقراطية والتنمية والحفاظ على كرامة الفرد وإيلاء الاهتمام الواجب لشبابنا وتطلعهم لمستقبل أكثر إشراقا. إن نجاحنا في ذلك هو ضمان مستقبل دولنا. وأدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي انطلاقا من إنسانيتنا المشتركة للتصدي لوباء الإيبوليا الذي تتعرض له عدة دول في غرب إفريقيا، إن مكافحة هذا المرض هي مسؤولية جماعية لرفع المعاناة من غير القادرين، كذلك لتوفير حماية لعالمنا الذي تنحصر المسافات فيما بين أرجائه بفضل طبيعة العصر وما بلغه من كثافة التواصل. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إنما سبق يضع مسؤولية خاصة على مصر ودولتها القوية التي سبق لها مواجهة الإرهاب والتطرف في تسعينيات القرن الماضي، والتي أثر في نجاحها في اكتساب جذور التطرف بفضل هويتها الوطنية. ومصر قادرة دوما على أن تكون نارة حضارية تدعم استعادة النظام الإقليمي لتماسكه. ولن يتوانى المصريون عن القيام بدورهم هذا تجاه محيطهم الذي يأتي في القلب منه الأمن القومي العربي، والذي تعتبره مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، بناء على الانتماء المشترك والمصير الواحد، وحرصا على استقرار هذه المنطقة الهامة والحيوية للعالم. إن رؤية مصر للعلاقات الدولية تقوم على احترام مبادئ القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. مصر كما تعلمون من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وساهمت بقوة وما تزال في جهود تحقيق أهدافها، خاصة في مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية. ومن هنا فإن تطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017 ينمو من حرصها على توظيف عضويتها لتحقيق مقاصد المنظمة ومصالح الدول النامية، لا سيما في إفريقيا، والمضي بجدية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ضمن رؤية قومها الندية والمساواة. ولي فإنني أدعو الدول الأعضاء لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي. السيد الرئيس والسيدات والسادة، نقلت إليكم وبكل تواضع رسالة المصريين، نساؤهم قبل الرجال وشبابهم قبل الشيوخ، رسالة تعبر عن الأمل وعن الإرادة والتصميم على العمل وعن الانفتاح للتعاون مع الجميع لتخطي العقبات والصعاب، مؤكدا أن شعب مصر بعد ثورته بات المصدر الوحيد لما نتخذه من سياسات داخلية وخارجية في إطار سعينا لتحقيق الاستقرار والتنمية. تلك هي مصر التي استعادت ثقتها بنفسها، مصر التي تعلي قيم القانون والحرية، مصر بهويتها العربية وجذورها الإفريقية مهد حضارة المتوسط ومنارة الإسلام المعتدل، مصر التي تصبو نحو تسوية الصراعات في منطقتها
مصر التي ترنو إلى تحقيق قيم العدل والإنسانية في عالمها. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا شعوب الأرض المحبة للسلام. تحيا الشعوب، تحيا شعوب الأرض المحبة للسلام، وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله.